أخبار اليوم. وهل بطبيعة الحال إخواني الأعزاء آلية قضائية مستقلة جديدة وهو انتصار للمنظومة العربية لحقوق الإنسان؟ تم تقسيم ورقة العمل إلى 4 أو 5 محاور. مقدمة كانت عن أوضاع حقوق الإنسان في إطار المنظومة العربية لحقوق الإنسان، وأيضا ملامح النظام الداخلي الذي تم أو النظام الأساسي الذي تم إقراره من قبل قمة شرم الشيخ 2015 للمحكمة. وهنالك بدنا نتحدث عن المحكمة الإقليمية، يعني لابد من الإشارة أو المطاردة السريعة والعاجلة مقارنتها مع المحاكم الإقليمية الأخرى. نتحدث عن المحكمة الأوروبية اللي سبقتنا بعقود من 1959، نتحدث عن أيضا المحكمة الأفريقية اللي كانت بدأت عملها في 2011. طبعا هنالك تباين في ظروف نشأة هذه المحاكم الإقليمية. واخيرا الرؤيه مشرقه لهذه المحكمه، اكيد تعتبر المحكمه العربيه وجودها واقرارها من قبل القاده العرب هي خطوه ايجابيه وصحيحه وفي اتجاه صحيح تستحق كل الاحترام والتقدير ويمكن البناء عليها وتطويرها. يعني هنالك نظام تم اقراره، النظام الاساسي، ولكن اخواني ربما نتحدث عن نظام من حيث الاقرار، ولكن الأهم من إقرار النظام الأساسي هو السرعة في التصديق عليه حتى ترى النور، وهذا الأهم. وهنا ربما نتحدث عن المسؤولية، مسؤولية من في الإسراع بالتصديق؟ بطبيعة الحال طبعاً باعتبار أنه هذه المحكمة العربية سينبثق عنها جمعية، وهي يعني بالنتيجة هي شغل حكومات ودبلوماسيات وسفارات، فبالتالي لابد من تشجيع وحث الدول العربية على الإسراع بالتصديق على هذه المحكمة العربية لأهميتها وشرح أهمية هذه المحكمة، وكما أسلفنا التي تندرج في إطار المواءمة أو المقابلة أو المقاربة أو حتى التكامل ما بين الأمن القومي العربي وما بين تعزيز المنظومة العربية لحقوق الإنسان والنهوض هي من حروب أهلية من تدخلات خارجية في شؤون الدول العربية تحت مسميات تفرق المجتمعات العربية تحت مسمى الطائفية، المذهبية، الأقليات. قوة العالم العربي هي في وحدة العالم العربي. أنا أتمنى على جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان اليوم أن تلعب دور محوري وهام وفعال في أولا الدفاع عن المجتمعات العربية وتبيان الصورة الحقيقية للمجتمعات العربية أمام المنظمات الدولية. نحن كما تعلمون جميعا، وأنا كنائب في البرلمان العربي، البرلمان العربي يمثل البعد الشعبي للأمة العربية، ونحن حريصون على هذا الجانب. وهذا ليس أول لقاء في البرلمان العربي باهتمام بموضوع حقوق الإنسان. هناك وثيقة صدرت البرلمان العربي، وثيقة حقوق المرأة، هناك وثيقة أخرى هي وثيقة الشباب العربي، هناك أيضا صدرت وثيقة الأمن القومي العربي ورسالة جامعة الدول العربية. البرلمان العربي يلعب دور محوري وهام، ولا أجدها أي مناسبة لأؤكد الشكر والتقدير للبرلمان ولرئيس البرلمان على بناء هذه الشراكة الحقيقية بين البرلمان العربي ومؤسسات المجتمع المدني. أنا فقط تعليقي على موضوع المحكمة العربية لحقوق الإنسان، نحن في المملكة العربية السعودية صادقنا عليها قبل شهرين من الآن، ووجهنا الشكر والتقدير بدولة البحرين التي اقترحت ذلك، ونحن مؤيدون لها وسوف ننضم إليها إن شاء الله قريبا بعد التصديق، ونرى أن لها دور مهم في تبيان وتوضيح الحقائق وأيضا حل المشاكل التي تواجه حقوق الإنسان داخل المجتمعات العربية. أنا أريد أن أؤكد على موضوع التدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية، ونحن في البرلمان العربي كنا واضحين أدلنا جميع التدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية وبالتحديد إيران. حقيقة إيران تلعب دور سلبي في غاية السلبية، لأن تدخلها وتدخل طائفي، تدخل مذهبي، نرى دورها في العراق، نرى دورها في سوريا، نرى دورها في اليمن، نرى دورها في البحرين. وصدر من البرلمان العربي إدانة شديدة واستنكار شديد للتدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية. إيران دولة إسلامية، يجب أن تعامل العربية الدول والمجتمعات العربية
الجوار ومن مبدأ قيم الإسلام. أما ما تقوم به اليوم حقيقة هو تمزيق العالم العربي، هو استخدام الأقليات الذين هم عرب. ما يوجد في العالم العربي اليوم هم كلهم عرب، ونحن عشنا في هذه المنطقة لفترة طويلة. واسألوا العراقيين، العراقيين يتزاوجون السنة والشيعة، ولم يكن هناك أبدا طائفية مذهبية في العراق بالشكل الذي نراه اليوم. حقيقة يجب أن تكون رسالتنا كبرلمانية واضحة وشديدة ضد التدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية. لا نسمح للتدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية. ذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان سنة 1960-1901، وإنشاء لجنة حقوق الإنسان كأول آلية عربية سنة 2008. ولعل أهم ما جاء في هذا البيان هو اعتماد مجلس الجامعة جامعة الدول العربية في جلسة منعقدة بالقاهرة يومي 6 و7 سبتمبر 2014 نظام المحكمة العربية لحقوق الإنسان، واختيرت المنامة مقرا لها. وذلك وبذلك فنحن نثمن هذه الخطوة وهذا التوجه في إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، إلا أن السؤال الذي أطرحه هو الآتي: أين وصلت فكرة تجسيد المحكمة العربية لحقوق الإنسان؟ ما هي الدول الموقعة على إنشائها أو إنشاء هذه المحكمة بعد اعتماد نظامها الأساسي؟ وما هي أسباب تأخر الدول التي لم توقع؟ وهل هناك على عراقيل لتجسيد هذه المحكمة؟ أشكركم على الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكراً سيادة النائب، الأستاذ الدكتور هادي اليامي رئيس لجنة الميثاق.